ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الفنون الإسلامية أفق، افتتح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ومحمد إبراهيم مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة مدير المهرجان، افتتح معرضين فنيين في كلية الفنون بالجامعة، إذ أنجز المعرض الأول الذي يحمل عنوان الحديقة الإسلامية الأفق طلبة السنة الأولى في الجامعة، فيما نفذ طلبة السنة الثانية معرض أفق الإمارات بين الماضي والحاضر. ويرصد المعرضان نماذج من المباني التراثية والمعاصرة في مدينة الشارقة، حيث شهدت نهضة عمرانية مضطردة لونت واقعها الجمالي بمزيج من الطرز التراثية والحديثة. ويهدف المشروع الفني إلى رصد واستلهام العناصر التصميمية والقيم الجمالية في أساليب فنون البناء المحلية التراثية منها والحديثة، حيث اختيرت 5 بيوت تراثية من قلب الشارقة بالإضافة إلى الواجهة المائية بمنطقة المجاز.